بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ونس اگین ٹو دی پروگرام لکام العرب. سیدنا حضرت امیر المومنین نیدہ اللہ تعالیٰ بن اصل عزیز دی ہیڈ آف دی احمدیہ مسلم جماعت ول بی ارائیونگ ان دی اسٹوڈیو شارٹلی, بٹ بیفور ہز ارائیول وی ہیو ٹو پریزنٹ دی انگلش عربک ٹرانسلیشن آف دی آنسر وچ حضور گیو لاسٹ ٹائم, بٹ بیکاز آف دی شارٹیج آف ٹائم دی ٹرانسلیشن واز ناٹ پریزنٹڈ. I would like to request Brother Ibada Barbouj to kindly welcome the viewers and also present the translation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursaleen. Ayyuhal ikhwa mushahidun al-afadil, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa ahlan wa sahlan bikum fi barnamajikum liqa ma'a al-Arab. Fi halqat al-ams lama tamakkan li dhiq al-waqt min taqdim al-ijaba alati a'taha hadrat amir al-mu'minin hawla istifsar min ahad al-ikhwa al-Arab alladhi qala fihi أو تحدث بالتحديد عن بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تذكر أن بداية الإمام المهدي ستكون من مكة المكرمة, وأيضا نهايته وظروف حياته ستكون مثل ظروف حياة ووفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واستفسر هذا الأخ من حضرة أمير المؤمنين على مدى صحة هذه الأحاديث وأيضا حول تأويلها, ويعلق حضرة أمير المؤمنين على هذه الأحاديث ويقول أنها ظهرت بعد فترة طويلة منذ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم, وهذه الفترة بعض الأحيان نجدها إلى 6 قرون أو حتى إلى 9 قرون, وهكذا هذه الأحاديث لا نجدها في الصحاح 6 ولا نجد لها أي أثر هنالك أيضا. وهذه المعلومات التي تذكرها والمعلومات المختلفة التي تذكرها هذه الأحاديث النبوية الشريفة المختلفة, يعلق حضرة أمير المؤمنين ويقول أنها يعني ناقضة جدا مع بعضها وناقضة جدا مع بعض الأحاديث الأخرى. وأيضا هنالك يعني من ضمن المعلومات والمتناقضات الموجودة فيها أن الإمام المهدي سيظهر في منطقة, والمعلومات الموجودة في الأحاديث الأخرى تشير إلى منطقة أخرى مختلفة, والظروف تختلف من حديث إلى آخر. فهذه المتناقضات المختلفة تجعلنا أن لا نعمل بها بتلك الصفة ولا نركز عليها طويلا. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين, ولكن بالرغم من هذا وبالرغم من هذه الخلفية التي فسرها حضرته وأيضا حاول أن يربط بين المتناقضات الكثيرة والعديدة الموجودة في النصوص هذه الأحاديث, يقول حضرته بالرغم من ذلك هنالك بعض الناس يؤكدون على صحتها, ومع ذلك يقولون مثلا بناء على أحد هذه الأحاديث أن الإمام المهدي سيظهر في الكعبة المكرمة ويكون معه جيش, ثم يعلن أنه ظهر هنالك كإمام مهدي على الملأ. ولكن يقول حضرة أمير المؤمنين, دعونا نرى فيعني في التاريخ ونتصفح صفحات التاريخ, منذ سنين ليست يعني ببعيدة ظهر أحد الناس وأدعى أنه فعلا المهدي المنتظر, وظهر وكان معه يعني ممكن أن نقول يعني ميليشي أو يعني ذلك الجيش المجموعة الصغيرة من المقاتلين, والجميع يعرف ماذا كيف حوصروا وكيف أيضا قضي عليهم وألقي عليهم القبض, ولم يعلن ذلك المسكين أنه مهدي أو ما شابه ذلك, بل خسر هو ومن معه. يقول حضرته هذا في الحقيقة تناقض ولا نجد له أساس في يعني في الطريقة التي يعامل بها الله سبحانه وتعالى أولئك الأبرار الذين يختارهم إلى هذه المهمات الربانية العالية. وكما تعرفون أن الإمام المهدي عليه السلام الله سبحانه وتعالى لما سيختار أو يختاره الله سبحانه وتعالى سيؤيده أيضا طبعا بجند من السماء, ولا يستطيع الناس أن يقضوا عليه وعلى رسالته بهذه يعني الطريقة الصعبة. ونؤكد يعني رسالته ما هي إلا رسالة تجديد الإسلام وإرجاع الناس مرة أخرى إلى الطريق الصحيح, وليس رسالة منفصلة كما يتصور كثير من الناس. ثم بعد أن فسر حضرة أمير المؤمنين هذه النقاط تطرق وذكر لنا مثلا عن أن المهدي الذي فعلا نسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى شخصه الطاهر قد أيضا قرنه بآيتين عظيمتين سيظهران من السماء, وقد وعدنا حضرة أمير المؤمنين أنه سيواصل الحديث حول هذا الموضوع الحساس. إن شاء الله سنذكر حضرته لما شرفنا في الاستوديو ليواصل حديثه في حلقة اليوم إن شاء الله. You have finished the translation? Mm-hmm. Okay, while we are waiting for the arrival of Huzoor in the studio, I think let's listen to one of the Arabic poems composed by Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam in Arabic. سنستمع الآن إن شاء الله سوية إلى مقتبس من إحدى القصائد التي نظمها
حضرة الإمام المهدي باللغة العربية. إني صدوق مصلح متردم، سم معاداتي وسلمي أسلم. إني صدوق مصلح متردم، سم معاداتي وسلمي أسلم. إني أنا البستان، بستان الهدى. Some work left over from yesterday. I just finished it. You finished? Yes. Oh, sorry. I thought it would take longer time. No, I just finished. Very quick. Please? If I may remind Hazur, yesterday Hazur has promised us to continue the talk about the two signs for the Mahdi of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I see. Did I come to that? Yes. I wanted only to refer to those signs because I have repeatedly said so much about those signs in the Kama al-Arab as well as in other sessions. So the signs are the signs of two heavenly bodies, that is the moon and the sun. And these signs have been mentioned in Ahadith. One hadith in particular which speaks of these signs to be from for the these signs to be for the Imam Mahdi of Ahazur sallallahu alaihi wasallam. Now this is a very significant expression. Inna le Mahdi na ayatane lam tukuna mundu khalqis samawati wal ard. So I think this is the most important prophecy about the advent of the Imam Mahdi, because this has also been mentioned in the Holy Quran. So those who say that how can we prefer this hadith over al-ahadith, for them there is enough evidence to silence them. That the Quran mentioned is وَإِذَا خَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِذَا خَسَفَ الْقَمَرُ وَالشَّمْسُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ بعد میں آتا ہے. It comes after it. إِذَا خَسَفَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ إِذَا خَسَفَ الشَّمْسُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. جی read. جی جی سورة القيامة. Now when we read the Quran exactly as it is, then people will understand, the person who has asked this question, that we do not prefer this hadith unnecessarily and make it considered distinct from all other such hadiths. But we have a strong reason. It takes a bit longer for Imam Sahib. Yes, I'm just fine. Surah Al-Qiyamah is there. Surah Al-Qiyamah, nikal le yahan se. 75. And Qiyamah also indicates the word. That saw there is going to be some big change. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yasalu ayyana yawmul qiyamah fa iza barqal basaru wa khasafal qamaru. Fa hai ya wa hai? Fa iza barqal basaru. Fa iza barqal basaru wa khasafal qamaru wa jumi'a ash-shamsu wal qamar yaqulu al-insanu yawma izin ainal mafar. The translation is given here. He asks,
when will be the day of resurrection, when the eye is dazzled, and the moon is eclipsed, and the sun and the moon are brought together. On that day, man will say, whither to escape? Now, this translation is faulty. There is no doubt about it. Because when the Qiyama takes place, who will wash the moon and the sun? See, everything will go topsy-turvy, everything will be destroyed. And then for any person to say that Anil Mafa is not possible, it's simply impossible. So, Al-Qiyama here should have been translated the great change, Asa, because Qiyama is also translated as Sa, when there is a great upheaval in the world. And that upheaval will be in the favor of Islam. So I'll give further argument in favor of my inference. He asks, what will be the time, what will be the day when Qiyama would take place? You answer them, answer such a person. It will take place when Barak al-Basar, when the eye will be dazzled. You will see things and you will not register them properly. وَإِذَا بَرِخَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ and the sun will be eclipsed. The moon will be eclipsed. Now who can say that the moon will be eclipsed when there will be that day of Qiyama, when everything will go top straight? How can the moon get eclipsed at that time? وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ and in this eclipse, sun will join with moon. This description is so clear that it leaves no doubt in one's mind that the description of that Qiyama which people understand ordinarily to be the end of the world, this Qiyama is not mentioned here. But over and above this, I remind you that Jesus Christ also prophesied about his advent when similar things will take place. He says, when the sun will cease to give light and the moon will also be darkened. That is the time when he claims he would come again. So, this is exactly what the Quran says. And it is saying about the advent of Mahdi who would also be Masih. So, these things are so beautifully well connected that any man who is without prejudice cannot escape the only conclusion that these verses support the hadith which says إِنَّ لِلْمَهْدِيَنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُنْ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَوَّلُهَا أَنْ يَنْكَسِفَ الْقَمَرُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ. So this entire hadith in itself is worded in a manner that no liar could have invented such a hadith. First of all, for Rasulullah to say that it is from me, that Mahdi would be from me. And if Na'uz Billah min Zalik, this was a batil hadith, how the man could imagine such things, which actually came true.
then he is Sadiq, Nauzubillah, Mzalik, and Rasulullah is not. So it is only Ahazah who is Sadiq and whose word had to come to pass. So in the light of what has already happened, we cannot draw any other conclusion but that this hadith is true. It had to be from Rasulullah and from no one else. Because he speaks of a distant future when the eclipse and of the moon and the eclipse of the sun would take place during the month of Ramadan and during certain dates. But tell me, honestly, can any liar predict such a thing? And when you look back at the history of what happened at Qadian in 1894, after Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam had claimed to be that Mahdi and that Messiah, then it's impossible to escape this conclusion. This is the mean waza barak al basar. The Quran says, "Iza barak al basar," people will see and their eyes will be dazzled. They will not be able to, the enemies who do not want to believe, their eyes will be dazzled. And they would not to conclude what they see clearly, and the only conclusion they should draw, they will try to escape that. In 1894, 5 years after the Ahmadiyya Jamaat was founded by Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, this sign took place, these two signs took place in the heaven, in the same month of Ramadan. The moon got eclipsed on the 13th, fi awwali laylatin. And the sun got eclipsed on 28th, which is the middle of the eclipse days. So the first and the middle situated exactly in the month of Ramadan like it was predicted. So we read in the history of Ahmadiyyat that people, the mullahs particularly, after the advent of Hazrat Masih Maud alayhi salam, kept demanding from him these two signs at the loudest of their voices. From their pulpits they cried, where are these two signs if you are the true Mahdi? But when they happened, then they started trying putting forward excuses, lame excuses, and meaningless excuses. The fact is that Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam knew that this sign was certainly going to happen during Ramadan. So one Ramadan in 1894, the moon got eclipsed on the 13th. Now he was so sure that the sun was bound to follow in its eclipse on the middle of its days, middle of its days of eclipse, that all night Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam and many of his followers and many who had come from far off places, he was so sure that this sign would take place, they had traveled some distance and reached Qadian to be with Masih Maud alayhi salatu wasalam when Allah shows this sign. They were gathered on the roof of Masjid Mubarak and praying and waiting until the morning broke, and at about 10 o'clock in the morning a boy came running, shouting,
the moon, sun has got eclipsed. It was total eclipse. It was the 28th of the days of sun's eclipse. Can you manufacture these things yourself? You cannot associate any iftara with such things. So the signs appeared in the heaven as had been predicted, and Hazrat Masih Maud was proved right, that he was both the Masih and the Mahdi. Please. عفوا. يقول حضرة أمير المؤمنين أنني تحدثت في فرص مختلفة عن هاتين الآيتين السماويتين في برنامج لقاء مع العرب وأيضا في برامج أخرى بالتفصيل وسأعطيكم بعجالة تلخيصا لما قلته في الماضي. يقول حضرته بناء على هذا الحديث النبوي الشريف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نسب إلى ذلك المهدي ونسبه إلى شخصه الطاهر وقال إن لمهدينا أي للمهدي التابع مباشرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويوضح حضرة أمير المؤمنين ويقول أن نص هذا الحديث في الحقيقة يجد له جذوره ومؤيداته في صلب القرآن الكريم، لذلك نحن نعمل بهذا الحديث النبوي الشريف، لأنه ربما قد يعترض بعض الناس ويقولون أن هذا الحديث ليس موجودا في الأصحاح الستة المعمود بها، فلذلك نحن لا نبالي به. ويؤكد حضرة المؤمنين ويقول نحن نعمل بهذا الحديث ونؤكد على صحته لأن له مؤيداته ومبرراته وصلبه موجود في القرآن الكريم، وقرأت على مسامعكم الآية من القرآن الكريم. الموضوع ثم الموضوع. يقول حضرة أمير المؤمنين أن الترجمة الإنجليزية لتلك الآية القرآنية الكريمة والتي يمكن أن أطلب من الأستاذ عطاء مجيب راشد أن يقرأها علينا مرة أخرى كي نواصل الحديث حول هذا الموضوع. The English translation of these verses. No, the Arabic. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألوا أيانا يوم القيامة فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ. شكرا. يقول حضرة أمير المؤمنين أن الترجمة الإنجليزية لهذه الآية غير صحيحة. لماذا؟ لأن عند ظهور القيامة كيف وأيضا ما هو السبيل لمشاهدة هاتين العلامتين وما هي الاستفادة وما هي الأمور التي سيجنيها الإنسان من مشاهدة هاتين العلامتين. يقول حضرته لذلك القرآن الكريم يذكر أين المفر في تلك اللحظات، ولكن القيامة كما تعرفون ترمز أيضا وتشير أيضا إلى الساعة، والساعة نحن نؤكد أن من مفاهيمها ومن معانيها تلك الثورة الروحانية للدين الحنيف، تلك الثورة التي سيظهر فيها الإسلام على باقي الأديان. يقول حضرة أمير المؤمنين أن الصورة التي يعرضها القرآن الكريم حول هذه الآية القرآنية الكريمة ويحاول أن يوضحها لنا هي لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القيامة ففسر لهم أو ربط لهم هذه القيامة بقيام هذه الساعة العظيمة، ساعة الثورة الروحانية للقرآن الكريم. وطبعا نذكركم أن كل هذه العلامات هي مربوطة بهذتين الآيتين التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ستكونان، يعني آيتين من السماء لمهديه أي لمهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع الآن إلى الآية والتي قال فيها الله سبحانه وتعالى برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. هنا يقول حضرة أمير المؤمنين أن هذه النبوءة العظيمة وكيف أن يجتمع هذا، يعني أولا ذكرت أن خسوف القمر وأيضا جمع الشمس والقمر أي في خسوفهما الاثنين، وهذا الاجتماع ليس من سبيل الصدفة ولكن يدل على نقطة بداية القيامة أو الساعة هنا المقصود بها، لما تجتمع كلا خسوف وكسوف الشمس والقمر في تلك اللحظات المعينة. وهذا ما ذكره الحديث. Yes, sir. That خسوف القمر is not possible when literally the sun and the moon have got together. The خسوف can only take place when the earth happens to be between the path of the sun's light and the moon. Only then moon can get eclipsed. So how can khasaf take place when literally moon and sun were brought together? And when they were brought together, if people were not seeing,
What does khasa, barakh al basar mean? It's impossible that eye has lost its sight and yet they are seeing. So that means that the eye is dazzled. يوضح حضرة أمير المؤمنين هذه استحالة يعني كلا يعني خسوف الشمس والقمر في يعني في موضع واحد أو في شهر واحد من الناحية العلمية. لماذا؟ لأن كي تخسف يعني كي يحدث خسوف للقمر يجب أن يعني يحجب ذلك يحجب نور معين وصول أو يعني وصول نور أو أشعة القمر إلى الأرض. وأيضا بالنسبة لخسوف الشمس يجب أن تمر نفس الظروف أو يعني ظروف مشابهة يعني كوكب يحجب وصول النور. It happens to be between the sun and the moon. Did you say that? No. That's what I thought. يقول حضرة أمير المؤمنين أن الأرض تكون موجودة بين الشمس والقمر وهنالك تلك الأشعة سوف تحجب in between the two. تكون بينهما. المهم يوضح حضرته جماعة القمر is impossible anyway. يوضح حضرته ويقول أن هو يعني هنالك استحالة وجود هاتين الحالتين أو المعجزتين في نفس الشهر دمجهما في نفس الفترة. فلذلك يوضح حضرته هو يوضح حضرته ويقول أن هنا برق البصر أي ستكون هذه العلامة حادة جدا وظاهرة للجميع وكأن الناس سيفقدون أبصارهم. لماذا؟ لأنها ستكون واضحة وجلية جدا للجميع لأن كما فسرنا لحضراتكم من الناحية العلمية أيضا يصعب تحققها. ثم يواصل حضرته ويقول أن حتى المسيح الناصر عليه السلام قد تنبأ حول الساعة وربطها أيضا بهاتين الظاهرتين الطبيعيتين أيضا. ثم يقول حضرته أن سياق الحديث يبرهن على صحة وصدق معانيه. لماذا؟ لأن يقول حضرته إن كان هذا الحديث والعياذ بالله باطلا فكيف يتصور إنسان منذ تلك الفترة الطويلة بالتحديد 14 قرن هذه التفاصيل العلمية الدقيقة والتي أيضا يحدث يعني أو التي في الحقيقة يستحيل تحقيقها في تلك الفترة الزمنية المحددة وفي نفس الشهر بالتحديد يستحيل ذلك. وعلاوة على ذلك يكون هذا في شهر رمضان المعظم الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن الكريم. فإذا يقول حضرته قد تحقق هذا الحديث في هذا الشهر المعظم وفي تواريخ محددة أيضا وهذا أيضا له مؤيداته في صلب القرآن الكريم وهذا ما تدل عليه هذه الآية. ولكن الحديث يفصل معاني هذه الآية ويوضحها لنا. ثم يقول حضرته أنه في سنة 1894 بعد أن أعلن حضرة ميرزا غلام أحمد أنه الإمام المهدي ظهرت هذه الآية. الآية ظهرت بعد أن أعلن بعد يعني أنه مبعوث من الله سبحانه وتعالى بعد 5 سنوات. وهنا يرجع حضرته ويقول برق البصر أي أن هذه الآية ستكون مثل ذلك البرق والتي يعني لا يستطيع أي شخص أن ينكرها لأنها ستكون واضحة وجلية لجميع الناس وبالتحديد إلى معارضي الجماعة. خصوصا يقول حضرته أن تاريخ الأحمدية يخبرنا أن معارضي الجماعة قد طالبوا حضرة الإمام المهدي عليه السلام بهاتين الآيتين وبعد أن تحققتا قدموا اعتراضات تافهة لا أساس لها. يعني في البداية طالبوا بتحققها ولما تحققت بدأوا يقدمون يعني بعض المراوغات. يقول حضرته بعد هذا أن القمر فعلا قد خسف في أول ليالي الخسوف وكان ذلك في الليلة الثالثة عشر من شهر رمضان المعظم. ومن المفروض أن ينخسف القمر يعني في تلك الفترة كما حدد التاريخ. وبالنسبة للشمس قد كسفت في النصف منه وذلك في اليوم 28 من شهر رمضان. يقول حضرة أمير المؤمنين إذا بعد أن وقعت الحادثة السماوية الهامة الأولى وذلك خسوف القمر في الليلة 13 من شهر رمضان وقد قدم على مدينة قديان وأقبل عليها كثير من المخلصين من أبناء الجماعة الإسلامية الأحمدية وانتظروا طويلا على سطح المسجد المبارك بقديان كي تظهر العلامة السماوية الثانية المقرونة بكسوف الشمس. وهكذا يقول حضرته بعد تلك الفترة من الدعاء والابتهال الطويل إلى الله سبحانه وتعالى سمعوا صوت طفل يجري وهو قادم عليهم بأن الشمس فعلا قد كسفت. وهكذا كان ذلك في الساعة 10 صباحا من اليوم التالي. ويقول حضرته أنه الشخص لا يستطيع
أن ينكر صحة هذه المعطيات التي سجلها التاريخ واعترف أيضا بحدوثها ونجد لها مبرراتها ومؤيداتها في صلب القرآن الكريم وفي هذا الحديث النبوي الشريف الذي نعمل به، إذ لا يتصور إنسان أي أن شخص يمكن أن يخترع هذه الأمور بالتفصيل. I have questions. It's in Arabic. It's a verse. Surah Hud. Would you please speak Arabic? Yeah. Surah Hud, al-aya 78-79. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. السؤال: يعتقد البعض أن سيدنا لوط قد اقترح على قومه الذين كانوا يعملون السيئات بأن يتزوجوا من بناته ولا يأذوا ضيفه، فما هي حقيقة هذا الاعتقاد؟ Although she said referring to this verse, some people do believe that Hadhrat Lut has suggested that these people who belongs to him, who were known of doing mischief, she said that some people do believe that Hadhrat Lut had suggested that those people from his nation who used to commit mischief should take away his daughter. Yes, in marriage. Yes. So what is the real meaning? Yes. Mm-hmm. You see, first of all, I can't understand how a believer in the truth of the Quran and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has such false concept of prophethood. Things which cannot be expected of ordinary Muslims, they expect of some of the greatest prophets. Greatest because that prophet's name is mentioned in Surah, in Quran. So all the prophets mentioned in the Quran must be very great. There must be some reason why Allah chose them. Now they believe that Hazrat Lut offered his own girls to those who had gathered around him and who wanted those two angels who appeared in the form of humans and wanted them to be handed over to the crowd. So instead, Hazrat Lut said, take my daughters away and do whatever you like with them. It is extremely stupid. It's untenable. Because those people were those who were not interested in girls anyway. They were not interested in women at all. They were interested in other things. So what would be the answer of Hazrat Lut to them? Leave these guests in whom you are interested and take my daughters away in which you are not interested. So the stupidity of this understanding becomes very clear from the close study of the verses. And secondly, as I put before, it's a shame to allege that Hazrat Lut offered to these hooligans his own daughters. They can't offer their daughters to any hooligan, can they? So shame on them. They consider themselves higher in status than prophets. Not only that, and no ordinary person would permit this to happen. They give their life for the sake of the honor of their daughters. And look at their concept of a prophet, Lut. So this is all absolutely wrong. What Hazrat Lut pointed out was that do not use this filthy language. Do not make these filthy demands.
while my daughters are here listening to you, what you are talking about, how will Abanati have some regard for their purity in whom you are not interested anyway, so they are chaste to you? Have some regard for these chaste ladies. What are you talking? This sheer nonsense and rubbish, and they are listening. So how liable? Nothing means here are my daughters. They are present in the house. So don't speak such rubbish in the hearing of these daughters. That's the only meaning which is acceptable. Got it? يقول حضرة أمير المؤمنين إجابة على هذا الاستفسار أنني لا أستطيع أن أي شخص مؤمن بالقرآن الكريم يعتقد بهذه التفاسير الواهية. لماذا؟ لأن هذا العمل لا يستطيع أن يقبل عليه أو يقوم به حتى الشخص المسلم البسيط. لذلك ومع هذا يقول حضرة أمير المؤمنين يعتقد كثير من الناس أن حضرة لوط عليه السلام لما طلب منه قومه أن يعطيهم الملكين اللذان تمثلا في سورة إنسانية يعني هم ظنوا أن يعني كان هؤلاء الشخصان يعني رجلان، ولكن حضرة لوط عليه السلام قد يعني لم يلبي طلبهم ذلك، وقال لهم بإمكانكم أن تأخذوا بناتي هؤلاء. يقول حضرته هذا الاعتقاد سخيف جدا. لماذا؟ لأن الإنسان العادي لا يستطيع أن يقدم يعني حتى بنت واحدة ولا تتحدث عن يعني بناته مقابل أن يحمي ضيفاه كلها، يعني ضيفان غريبان وصل إلى بيته. يقول حضرته هذا العمل لا يستطيع أن يقوم به حتى المسلم العادي، بل على عكس ذلك هو يمكن الشخص أن يضحي بحياته مقابل أن يحفظ عرض بابنته. ثم يقول حضرته الحياة لهؤلاء الذين يقولون بهذا التفسير الواهي والخاطئ، والذي لا يمكن أن ننسبه إلى نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، لأن النبي ليس بشخص عادي، وإنما هو شخص يمثل سلطة الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض. فكيف العمل الذي لا يمكن أن يتجرأ على القيام به إنسان عادي ينسبه إلى شخص بهذه المكانة الرفيعة والقرب من الله سبحانه وتعالى؟ ثم يعطينا حضرة أمير المؤمنين تفسيرا لهذه الآية، ويقول أن قومه كانوا، أي قوم سيدنا لوط عليه السلام، كانوا يستعملون لغة بذيئة جدا وطالبوا بهذين الضيفين، ولكن حضرة لوط عليه السلام قد ذكر قومه هؤلاء على الأقل إذا يجب أن يكون فيكم احتراما لبناتي الحاضرات هنا في البيت، وهن يعني بنات طاهرات، فيجب عليكم أن تستعملوا هذه اللغة البذيئة وتطالبوا مني هذين الرجلين اللذان قدما إلى بيتي هنا في تلك الليلة. وكان يعرف فيهم أن ليس فيهم اهتمام في النسوة، لذلك لم يقترح عليهم أي شيء مثل ما يتصور كثير من الناس، ولكن هذا الاقتراح الذي يقدمه حضرة أمير المؤمنين هو أقرب للصحة وأقرب إلى المنطق أيضا. Again, particularly notice the words of the Quran, وَهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. So when he admits that they are أَطْهَرُ لَكُمْ, how can he offer them? أَطْهَرُ means you're not interested in them. They're too chaste for you. So the offering concept of some ulama is totally rubbish. It's totally unfounded according to this verse of the Quran, وَهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ. If they are athar, why does he offer them? يقول حضرة أمير المؤمنين انظروا أن نفس الآية تقول هن أطهر لكم، وكيف يعلن حضرة لوط عليه السلام عن بناته الطاهرات أن يقدمهم لعمل خبيث مثل ما يتصور كثير من الناس؟ فهذا فيه تناقض مع نص صريح للقرآن الكريم. Also means you're not interested in them. يقول حضرته أيضا أطهر تعني أيضا أنكم ليس لكم اهتمام في النسوة بصفة عامة. So this question from a little girl from Turkey. She says, if God Almighty existed, why does he keep himself invisible? If God were invisible,
Where shall we go? Everywhere we look, he'll be watching us. Whatever we do, even when we go to the toilet, we see God standing watching us. It's impossible. Moreover, that little girl should consider the nature of visibility. Only that thing is visible to us, against which the light strikes and returns to our eyes. Even a clear glass, a clear sheet of glass, which permits the light to pass through, is not visible. The air is not visible. While we breathe it, we feel it. It's not visible because the light passes through the air without returning from it to us. So how could God be visible? Is He, in the concept of this little girl, thicker than glass and thicker than air? So it's impossible for God to be visible anyway. يقول كان سؤال حول إذا كان الله سبحانه وتعالى موجودا لماذا يخفي نفسه عن عامة الناس وعن أعينهم. يقول حضرة أمير المؤمنين إذا نعطيها تعليق يعني حول ماهية فهمها لله سبحانه وتعالى، فإذا يصبح الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يصبح الإنسان أن يراه في كل مكان، فستصعب حياة الإنسان على وجه الأرض، حتى لما يكون الإنسان في الحمام سيجد صورة لله سبحانه وتعالى تراقبه في كل الوقت، وهكذا تصعب حياته رويدا رويدا. ثم يقول حضرته هذا الاعتقاد واهي جدا ولا يرفع من شأن الله سبحانه وتعالى، ولكن يحدده بهذا المنظار الإنساني العقلاني المحدد. ثم يوضح حضرته ويقول أن حتى الضوء الذي يدخل عن طريق زجاج لا تستطيع العين المجردة أن ترى ذلك، ولكن ترى ذلك الانعكاس من الناحية الأخرى للزجاج. وبنفس الطريقة الهواء الذي نتنفسه لا نستطيع أن نراه، ولكن نحس بوجوده لما يدخل يعني من الأنف فنتنفسه. فبهذه الصورة يوضح حضرته أنه إذا لا يستطيع الإنسان أن يرى شيء معين، ليس معنى ذلك أنه غير موجود، وحاشا لله أن نحدده بهذه الأمثلة البسيطة. ولكن كي نعطي تفسير لهذه الفتاة من تركيا أن الله سبحانه وتعالى غير محدد بهذه المفاهيم العقلية المعروفة لدينا. There's a question from chapter 3, verse 143 and 144. This is verse number 143 and 144 of chapter 3, Surah Al Imran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Am hasibtum man tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin wa laqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. The translation is: do you suppose that you will enter heaven while Allah has not yet distinguished those of you that strive in the way of Allah and has not yet distinguished the steadfast? and you used to wish for this death before you met it. Now that you have seen it at last, you stand watching as if transfixed. Could you please kindly explain the meaning of these two verses? Now, would you explain why you are asking this? What is confusing you? By the first verse, it's that God hasn't distinguished the people who hasn't. I thought that much. And by the second. Because some people believe that because Allah knows clearly who are righteous and who are not righteous, who will succeed in a trial or who will fail in a trial, so why should Allah wait for such a trial? Why should Allah not give His decision in favor of some and against some?
this question is based on a fallacy. It has no justification, this question, because Allah only knows that which happens. If something was not to happen, how would Allah know it? Then His knowledge would be false. So this means that everything which comes to pass must come to pass. Otherwise, Allah would not know in advance what is to come to pass. So that meant that before passing His judgment, Allah waits for the events to take place. When they do take place, only then He is justified to pass His judgment, not otherwise. You understand this point clearly? Now, the second verse. It's that He has shown that to these people, yes. And when they saw it. When they saw it. Now, there are other verses in the Quran which indicate that people, and some ahadith as well, joined together, they indicate that there were people who were left out of the battle of Badr. And among them, there were some who truly wanted to participate in the fight for the sake of Allah in future. And there were those who just boasted that if we were there, we would do this. It is to them that this verse refers, who boasted. That when they saw the death staring in their eyes, then they got transfixed, as though they were suffering from the pangs of death. So this is also something which had to take place. But there were among those who were true. They saw the reality of war only at that time. And for them, we can say, they stood transfixed. For a while, they were dazzled. It's a very profound psychological statement. Because people, before they face the danger, they always say, we'll show you what we are. And many of them are proved false. And even those who are not false, when they confront death facing them, then for a while they lose their consciousness, or they lose for a while their will, because it's a same different thing to confront a danger than to talk of a danger. It is this situation which is being described in this verse. What is the connection between these two words, with this distinguished and the seeing of the death? This is what I've already said. Such people would only be distinguished when these things happen. And Allah will not pass His judgment upon them unless these things happen. كان سؤال حول الآية عفوا حول الآية. Will it take you 5 minutes? Around about, yes. So I can leave in that safely, yeah? You may, sir. Now, instead of making it a quick translation, you take it easy. Yeah? Okay. Assalamu alaikum. كان الاستفسار حول الآية 143 و144 من سورة آل عمران، ويقول حضرة أمير المؤمنين معلقا أو بالتحديد مفسرا وملقيا الأضواء حول هاتين الآيتين، أنه يعتقد بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى طبعا يعرف من هو الشخص الصالح ومن هو الشخص الطالع، وأيضا من فيه تلك المؤهلات ومن يستطيع أن ينجح في الابتلاءات العديدة المختلفة
التي يضعه الله سبحانه وتعالى يعني يمر بها. ومع هذا يعترض هؤلاء الناس ويقولون لماذا لا يقرر الله سبحانه وتعالى عن النتائج الأخيرة التي يمكن أن يصل إليها الإنسان خلال هذه الامتحانات والابتلاءات؟ لماذا الله سبحانه وتعالى لا يقرر بدون أن يحتاج إلى أن يمر الإنسان بهذه المراحل المختلفة؟ يعلق حضرة ميمونين ويقول هذا السؤال فيه جوانب يعني جوانب عقلانية وسيكولوجية مختلفة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعلم حتما ماذا سيحدث في نهاية الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم تلك النتيجة، ولكن لا يدخل في علم الله سبحانه وتعالى ما سيحدث ليس بالمفهوم المجرد الذي يمكن أن يتبادر إلى بعض الناس، ولكن يعطى الخيار للإنسان كي يستحق أيضا هذه النتائج، وأيضا كي يستحق المحاسبة والجزاء من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينتظر الله سبحانه وتعالى، وهذه طبعا الإجازة تعطى من الله سبحانه وتعالى أو الرخصة تعطى من الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يقرر مصيره، وكل هذا طبعا داخل في علم الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع الإنسان أن يخطو خطوة في ناحية سلبية أو إيجابية بدون إذن الله سبحانه وتعالى. عفوا مرة أخرى. ثم يقول حضرته أن الله سبحانه وتعالى ينتظر دائما أن يحدث أمر معينا ثم يحكم على مرتكب ذلك الشخص، يحكم عليه الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الصورة الشاملة، وهذه هي الصورة الكاملة التي يحاول حضرة ميمونين أن ينسجها كي تتضح الصورة للجميع، وهو كيف أن الله سبحانه وتعالى يقرر أو يأخذ قراره الأخير في الأعمال التي يقوم بها الإنسان. ثم ربط حضرة ميمونين هذه المقدمة بما حدث في معركة بدر، وكيف أنه كانت هنالك يعني مجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يشاركوا في هذه المعركة، وهنالك مجموعة أخرى قد تأسفت كثيرا لعدم مشاركته هنالك، ولما شاهدوا تلك الخسائر الضخمة قال بعضهم لو كنت حاضرا هنالك لقمت بهذا وذاك، وكانت هنالك بعض الاضطرابات عند بعض الناس. يقول حضرة ميمونين ولكن كان هنالك بعض الصحابة لما اقتربوا جدا من الموت تغيرت نظرتهم للتضحية بأنفسهم ولفهمهم حتى للموت في تلك الظروف. يقول حضرته لماذا؟ لأن هذه الآية الأولى تربط لنا وإذا ربطناها بالآية الثانية تصبح لنا صورة التركيبة السيكولوجية في الإنسان، وكيف أن هنالك يعني فرق كبير بين الوعي بنقطة معينة أو فهم ماهية شيء معين والتقرب ويعني التجربة التي يمر بها الإنسان لفهم تلك يعني ذلك تلك النقطة. ولهذا يقول حضرته هذا يغطي الجانب السيكولوجي في الإنسان، وأيضا بالتحديد هنا يعني تحدث هذه الآية عن علاقة الإنسان بالموت وفهمه المباشر للموت، إذ الآية تذكر يعني فهم هذه يعني ماهية الموت، وأيضا تتحدث عن التجربة المؤدية إليها، إذ أنه كان هنالك بعض الصحابة قد صدموا لما يعني لم تكن هذه الصدمة بتلك المفاهيم السيكولوجية الأخرى، ولكن تغيرت نظرتهم لماهية الموت لما اقتربوا منها كثيرا. لذلك هذه الآية تفهمنا أو يعني تضع لنا هذا الجانب السيكولوجي في الإنسان وكيف علاقته بهذه القرارات الإلهية المختلفة. هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.